وزارة قرشين تدولة بوتلان يا قبطي كلن كسن الله مشروع تيان تشقالة ريت كا دولة بوتلان محمد سعيد قصلا يا وركن فافاهنتي سينوهايا شركة بالله دبيجست مشروع عطيان تشقالة الرئيد كايب كونتلان وحاكسو قيب قلي دمان هايدها دولد ده كفا إذا است مشروع عاسي وحنا اللوغة اللي يي قبيا دما استركا قرشها سمت كالبضا كون إيا السقالية طبانكا إيو إيمان شها مدح لبنكي قادون كا صوماليا انتو الشركة السعودية يا الله يصداف صدي حقاكو قطما باهية هايدها دولد بونتلان سيباهية سيلوغو gudbiyo madaxda bangiga adduunka ee Puntland ku soo foolay gabagabadii kulanka waxaa TV ga Puntland uga warbixiyay gudoomiye ku xigeenka bangiga Puntland Maxamed Saciid hoggaamiyaha Laroor waxyaabihii looga hadlay shirka bilaha ah ee dib u eegista mashruuca tayeynta shaqaalaha rayidka shirkeeyo soo gudbisayna وسيب بداية المشاريع بدل السوري هذا سوف أقطع مشروع المشا أولويا أربع أوس ما سنتي سوبر تيلا سيد في عمر أربع شتير في مشا أوس عمر ما دام بلام سوري هاي تاني تشغالها دولدة مواجهة مسار إلى اليوم هاي دكتور دولوش هاي أصغر دولدة يبغى هاي أهون أنا عشان ديما بدو هم فاسد بلام مش كان سيد لوش سوري تتكشغيا يوم نوع يسأل وقاتلين وضد طيئة نوع يلوها أي وعلى قبل عافلها عيوبا لا توعى لا دخلوا يجي لي بصبح وفي عقونت اللي يبيش وقت وحب المعنت اللي نوم وقتا يسأل الفقير دخلوا بقى برام صغير أيها كان يتشوه لي هذا مشروع يحب دي المغلسة عاد فلو بعد أيها وقالي هنالا برام مش كان مدي كسر أيها شغالة دول دي دوحوا يقفوا المنطقة وقول لي وعفلها وقران وما سنتهين شكرا ورحيه محمد سعيد قصلاي مونتلان تي في قراوه.